في الانتيريور اند بتاعته بتبقى ايه؟ نارو صح؟ امال ده ايه ده؟ سنتوريوم سيربيلوم صح؟ سنتوريوم ايه سيربيلوم. طيب هسال المجموعه دي وبعد كده هشوف المجموعه دي خلاص؟ طيب الساينس اللي هنا ده ايه؟ سوبر سجده. واللي تحت ده؟ الفور سجده. طب امال ده ايه؟ ستريت. امال اللي هنا ده ايه؟ ده ايه وده ايه؟ رايت وليفت ترانسفيرس صح تمام. سهله دي؟ طيب هنحط دي كده زي ما عندكم في العينه، هنحط دي كده عشان نشوفوا مع بعض الايه التنتوريوم سيربيلاي وضعه ايه. تخيلوه كده يا اولاد على العينه نفسها. انا شرحت لكم، قلت لكم ان هو في ريبوردر واتاتش بوردر، الكلام ده صح ولا لا؟ المجموعه اللي هنا معاهمش. بصوا هنا، هل في فري بوردر ولا لا؟ صحيح. مرات بعض انتوا كل دول معاهمش. خلاص انا اول حاجه عايزكم تعرفوها بس ان تتخيلوا اللي شرحناه ان في حاجه اسمها فالكس وفي حاجه اسمها ايه فالكس سيربلاي وتنتوريوم سيربلاي. طب الفالكس سيربلاي بقى يا اولاد فين مكانه؟ ما بين تو سيربلاي. فين الفالكس سيربلاي؟ شايفين الفالكس سيربلاي؟ شايفينه؟ زيه برضك تحت واحد، تحت التنتوريوم واحد بس قد كده. موجود في العينه. هنا في العينه مش موجود. لا اللي هو ده هنا. هنا. المفروض انه هنا بس مقطوع، المفروض انه ده الفالكس سيربلاي، حاجه صغيره كده. خلاص؟ هذا سيربلاي مقطوع هنا يا اولاد. لا 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 هنا. يا شباب الفالكس سيربلاي مكانه هنا مقطوع، هو هنا اللي هو ده مش ده. لا ده 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 مكان التنتوريوم، اللي فوق التنتوريوم فالكس سيربلاي، اللي تحت التنتوريوم سيربلاي. بصوها على العينه اللي معاك، عندكم سكان ملونه وتقدروا تاخدوا كل اثنين عايزين سكان من الجو. يهمني ان انتوا تبقوا عارفين فين الترانسفيرس سالكس او جروف فور ترانسفيرس ساينس، اسمه ده او ده. فين الترانسفيرس ساكس او جروف فور ترانسفيرس ساينس؟ ها فين هو؟ ها اهو ده ده خلاص. طب ده جروف فور ترانسفيرس ساينس او ترانسفيرس ساكس اللي تنصح. ماشي ده ما هوريكم كلكم. طيب فين السيجمويد ساينس ساكس؟ السيجمويد سالكس فين؟ فين هو؟ ده شايفين ده؟ شايفين ده؟ شايفين ده؟ ده السيجمويد خلاص؟ طيب بصوا ده هو الانفيرير ترانزيت. بصوا يا اولاد ده السيجمويد رايح للايه؟ للجوجلر. اللي رايح للجوجلر اهو خلاص. طيب خلاص يبقى ترانسفيرس سيجمويد ده هنا، السوبر بتروزل هنا، الانفير بتروزل هنا اهو، هنا بازيلار بريكسس، هنا اوكسيبيتال، هنا هنا يبقى ايه كافيرنس صح. خلاص المجموعه ديت يا اولاد.